وكان الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك قد استقبل وفد وكالة ناسا الأمريكية بمقر مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وأطلعهم على الدور المركزي في تطوير علوم الفضاء والفلك، مؤكدا حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة حفظه الله ورعاه على تأهيل الأجيال من المجتمع الإماراتي لتتخصص في هذه العلوم، مشيرا إلى البرامج الفلكية والفضائية الجديدة التي ستعمل جامعة الشارقة على طرحها كبرنامج الماجستير في علوم الفضاء والفلك وبرنامج الماجستير في تكنولوجيا الفضاء والبكالوريوس في مجال الاستشعار عن بعد مع بداية العام الأكاديمي المقبل، وبرامج الدكتوراه مع بداية العام الأكاديمي 2018-2019. واطلع الوفد الزائر على أقسام المركز وملحقاته مثل القبة الفلكية ومعارض الفلك والفضاء والكون في القرآن الكريم والمرصد الفلكي والحديقة الكونية، وتعرف الوفد الأمريكي على أهداف المركز المتمثلة في تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات خاصة، ليكون مركزا علميا وبحثيا وتراثيا وتربويا وسياحيا لمختلف فئات وأعمار المجتمع من طلبة مدارس وجامعات وباحثين وعوائل. لزيارة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وبرنامجنا هو التجول في معارض مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك والاطلاع على التقنيات الحديثة في أجهزة القبة الفلكية، ثم هناك عرض حي لرصد بعض الأجرام السماوية منها المشتري باستخدام مرصد الشارقة الفلكي، بالإضافة إلى الحديث عن التعاون المستقبلي بين جامعة الشارقة من خلال مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك ووكالة الفضاء الأمريكية ووكالة ناسا الأمريكية، وهذه بالحقيقة تعطينا مجال علمي وبحثي كامل في تطوير علوم الفضاء والفلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن علاقتنا القوية مع وكالة الفضاء الإماراتية في هذا المجال.